هل في حاجة اسمها قسوة في الحب؟ أيوة طبعا في حاجة اسمها قسوة في الحب، ولكن القسوة اللي احنا هنتكلم عنها في حلقتنا النهاردة قسوة من نوع خاص شوية. الأبراج اللي احنا هنتكلم عنها في الحلقة دي هتكون قاسية في حالتين اتنين. الحالة الأولى لو اكتشفت إن أنت لا تصلح أو إن هي اتخدعت فيك، والحالة التانية لو كانت هي من البداية محبتكش. الأبراج كلها على بعضها لما نقارنها في الموضوع ده من المركز الـ12 للمركز الأول. فرجاء رجاء نحاول كده نركز في موضوع الحلقة ده عشان ما يختلطش علينا الأمر. يعني ولا سيما الأبراج دي لو اكتشفت إن هي انخدعت فيك هتتحول لأشد أنواع القسوة معاك. في أبراج بتعرف إن هي تعمل كده، وفي أبراج ما بتعرفش على فكرة إن هي تعمل كده، وفي أبراج بتبقى في منطقة وسطى بتيجي بين دول ودول. معانا بقى كل الأبراج زي ما انتوا طبعا صوتوا في المنتدى على الحلقة دي، نزلناها كمان بالشكل اللي انتوا قلتوا عليه. ولكن سريعا في البداية كده، لو انت جديد عرفنا بنفسك علشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متواصلين مع بعض. ويلا بقى يلا بقى ندوس كده اللايك التشجيعي، عايزين نوصل الحلقة دي لأكبر قدر من الناس. يلا بينا. حد يتوقع معايا كده مين اللي في المركز الـ12 معانا؟ معانا في المركز الـ12 برج العذراء الترابي. بصوا بقى، شئنا أم أبينا برج العذراء مقارنة بالأبراج كلها في النقطة دي هيجي معانا في المركز الـ12. هو أقل الأبراج مقارنة ببعضهم البعض قسوة في الحب. تخيل كمان ان برج العذراء ساعات لما بيتظلم في الحب يعني بيكون معطاء قوي وبيصبر قوي وبيدي فرصة وبيكون حمول، فما نقدرش ابدا ان احنا نقول عليه من الابراج القاسية في الحب حتى لو تعرض لقسوة او تعرض لظلم. اذا في المركز الـ12 وما نطولش عشان معانا كل الابراج هو برج العذراء الترابي. بينا بقى ناخد معانا في المركز الـ11 ونتعرف عليه. يلا بينا. في المركز الـ11 معانا برج الحوت المائي، سواء راجل سواء ست. على فكرة برج الحوت المائي في الحب بعيد بعيد بشكل كبير قوي عما يسمى بالقسوة، حتى لو تعرض لظلم أو تعرض لأذية. على سبيل المثال برج الحوت بيدي فرص كتيرة قوي وبيطول باله قوي ومعطاء قوي وصبور قوي، ولا سيما في الناحية العاطفية. وخلي بالك الكلام ده بينطبق على اللي بيحب بجد من برج الحوت المائي. طبعا طبعا احنا في البداية كده عايزين ننبه لحاجة، لكل قاعدة شواذ، ولكن احنا بنتكلم في النسبة الأغلب والأعم. في المركز العاشر معانا برج هوائي وهو برج الميزان الهوائي. الميزان أيضا على الرغم إن هو عنده شوية عصبية كده وشوية عند، ولكنه حمول في الحب على فكرة، حمول في العلاقة على فكرة، ولا سيما لما بيحب بجد وبيحاول إن هو يكون بعيد عن القسوة على قد ما يقدر. أبراج الميزان سواء راجل سواء ست فيها النقطة دي، وهي بشكل أو بآخر عندها نوع من أنواع الاحتواء الملحوظ قوي في العلاقة العاطفية أو في الحب بقى بشكل عام. في المركز التاسع معانا برج العقرب المائي، سواء راجل سواء ست. العقرب على فكرة بعيد عن القسوة لما بيحب، العقرب بعيد عن الجفاء لما بيحب. لما بيحب بجد برج العقرب بالذات سواء راجل سواء ست. وعلى فكرة يمكن في ناس كمان كتير ما تعرفش الحتة دي عن العقارب، أبراج العقرب عندها قدرة كبيرة قوي على احتواء الطرف الآخر. اللي يخلي برج الثور الترابي سواء راجل سواء ست يجي معانا في المركز الثامن هو إن برج الثور الترابي يتمتع بعقلانية شديدة ويتمتع بنوع من أنواع الصبر الشديد أيضا، فده أيضا بيخليه يجي معانا في المركز الثامن. طبعا في المركز الثامن معانا برج الثور الترابي، وكل ما هنطلع لمركز فوق هناخد برج أقوى وأشد في النقطة دي. وبنلاقي معانا في المركز السابع برج السرطان المائي. برج السرطان أقل في الاحتواء بتاعه شوية من الأبراج اللي سبقته دي كلها علشان تبقى عارف، عشان كده بيجي معانا في موضوع الحلقة في المركز السابع. بينما في المركز السادس هناخد بقى نبدأ نحس هنا بنوع بقى
قوي كده من انواع القسوة وهو برج الجوزاء، ولا سيما برج الجوزاء بقى لو حس ان انت حس ان انت خلاص ما تستاهلش، هو ما عندوش صبر بقى، ما عندوش بقى، يعني ما نقدرش نقول عليه برج عنده احتواء كبير قوي. برج الجوزاء من النوع اللي بيبيع بسرعة وبيبيع بسهولة، ويعني بيحاول ان هو يبقى ردة فعله على فكرة سريعة، وبيحاول ان هو ينسى ويتناسى وحاجات كتيرة قوي. بينما لما هندخل في المركز الخامس هنلاقي معانا برج الدلو الهوائي. برج الدلو الهوائي لو شافك ان انت ايضا لا تصلح، لو شافك ان انت ايضا ان انت تستاهل، ايضا هو من الابراج اللي بتبيع بسهولة جدا، ومن الابراج اللي ممكن تحس ان هي عندها نوع كبير من انواع طبعا الجفاء. يعني فما بالك برج الدلو الهوائي، سواء راجل سواء ست، بيعرف يتحكم ويعمل كنترول على مشاعره بشكل كبير قوي. فما بالك بقى لما يكتشف ان انت لا تصلح او ان انت تستاهل، طبعا هتحس منه بقسوة شديدة قوي في الحب، او لو كان من البداية ما حبكش. كعادتي فاضل معانا 4 ابراج اللي هما الطب في موضوع حلقتنا النهاردة. توقعوا معايا، بيعجبني دايما ذكائكم، توقعوا معايا من الرابع للاول ولا سيما التاني والاول هيكون مين. وخلينا نذكر كده ونقول اللي نسي يدعمنا بلايك، يا ريت يدعمنا بلايك، عايزين نوصل الحلقة دي لاكبر قدر من الناس. ويلا بينا ناخد البرج اللي معانا في المركز. في المركز الرابع حد توقعه برج القوس الناري، طبعا قوي طبعا جدا لو حس ان انت ما تستاهلش، سريع جدا وصريح جدا وقوي جدا ان يكون عنده قسوة كبيرة قوي عليك في العاطفة. خلي بالك من برج القوس سواء راجل سواء ست، برج القوس بالذات تخاف منه قوي في النقطة دي. يعني ولا تنتظر منه انه يصبر عليك كتير ولا يديك فرص كتير، ولا الكلام ده كله مش في قاموس ابراج القوس، او مش في قاموس برج القوس سواء راجل سواء ست. فخلي بالك قوي، لانه لو بين القسوة بتاعته في الحب هتكون مدمرة، هتكون مدمرة قوي. ده برج القوس اللي في المركز الرابع، فما بالك بقى لما ناخد البرج اللي معانا في المركز الثالث. يلا بينا. في المركز الثالث معانا برج الحمل الناري. شفت كده برج القوس بالظبط، بس على اشد بقى. يعني اللي هيعمله برج القوس واللي احنا اتكلمنا فيه من شوية هو اللي هيعمله برج الحمل سواء راجل سواء ست، بس اشد بقى من برج القوس، والا طبعا ما كانش جه اعلى منه في الترتيب. القوس في الرابع وبرج الحمل في المركز الثالث. احنا مش عايزين نتكلم كتير، ويكفي بس ان احنا نقول لك صفة واحدة عن برج الحمل سواء راجل سواء ست، هو من الابراج اللي ساعة غضبها بتقلب، دايما بنقول بتقلب الترابيزة على الجميع، ولا تخشى احد، فحذاري منه جدا في حاجة زي كده. قوي انفعالي وغالبا ما بيصبرش. تعالوا بقى ناخد اللي معانا في المركز التاني ونتعرف عليه، يلا بينا. شوفوا باختصار كده في المركز التاني، واللي يخليه يجي معانا في المركز التاني سواء راجل سواء ست هو برج الأسد الناري. برج الأسد الناري سريع جدا وقوي جدا في نقطة زي دي، ومن الأبراج على فكرة اللي بتبيع بسهولة قوي وما بتبكيش وبتندم كتير على اللي فات، وبالذات لو اكتشفت ان انت لا تصلح او ان انت تستاهل اللي يحصل فيك ده. يعني لو شعرت ان انت تستاهل خلاص هي ما عندهاش. يعني ابراج الاسد عامة في النقطة دي مدمرة، مدمرة يعني بمعنى كلمة مدمرة، فلذلك انت تشعر منه بقسوة قاتلة، بقسوة قاتلة، ولا سيما لو كنت طبعا انت زي ما احنا قلنا لو كنت انت لا تصلح. بينما متصدر الترتيب معانا اللي أقوى من الأبراج دي كلها هو طبعا برج الجدي الترابي. شوفوا باختصار كده عشان نجاوب على أسئلة كتير، برج الجدي الترابي عنده القوي وإرادته القوية وإصراره القوي، مع عدم تحكم العاطفة فيه بشكل كبير بيخليه يجي على رأس الأبراج دي كلها في النقطة دي. برج الجدي سواء راجل سواء ست اكتشف ان انت تستاهل، بيبيع بسهولة قوي، بيبيع بسهولة، وبيبدأ ان هو يطبع نفسه على القسوة. وانا كمان عايز اقول لكم حاجة، الابراج دي كل ما بنطلع لفوق
كل ما بناخد برج عنده قدرة أكتر على إن هو يطبع نفسه إن يكون أكثر قسوة. خلي بالك قوي من النقطة دي. طبعا أنا مش عايز أطول عليكم، أتمنى الحلقة دي تكون أفادتكم وتكون عجبتكم، حلقة محدش يتكلم فيها قبل كده، ولكن مدام عملنا تصويت في المنتدى واخترتوها يبقى كان لازم إن احنا نعملها. اكتبوا لي آراءكم طبعا ومشاركاتكم وعرفوني بنفسكم، انا عرفت كتير قوي منكم واكيد حابب ان انا اعرف اكتر واكتر ونكون دايما متواصلين مع بعض. ودايما بحب اقول اللي نسي يدعم الفيديو بلايك، يا ريت يدعمه بلايك، مش هيخسروا حاجة عشان نقدر ان احنا نوصله لاكبر قدر من الناس. ويلا بينا بقى نروح على المنتدى عشان نصوت على الحلقة القادمة ونشوف آراءكم عايزينها تكون ايه. هتوحشوني.